مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم من جديد بعد هذا الفاصل. الان فقره خاصه عن قانون التامينات والمعاشات الجديد الذي اصدره البرلمان المصري قبل ايام. ما الجديد الذي يقدمه هذا القانون؟ بالفعل كان لدينا قانون خاص بالتامينات والمعاشات. هل نحن الان امام قانون موحد يتغاضى عن عيوب القانون القديم وايضا يحدث نقله نوعيه في فكره التعامل مع التامينات والمعاشات، خاصه لانه كان هناك الكثير عن العجز في التامينات وان عام 2023 أو 2030 سيكون لدينا عجز في أموال التأمينات بشكل كبير. أيضا التعامل مع الأموال الخاصة بهيئة التأمينات إنشاء أيضا مجلس متخصص للإشراف على أموال التأمينات. كل هذا سنحاول التعرف عليه وملامح هذا القانون الجديد مع الأستاذ سامي عبد الهادي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بالدولة المصرية. أستاذ سامي أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك فندم. أستاذ سامي، أولا نحن كان لدينا قانون خاص بالتأمينات والمعاشات في مصر، ما الذي قدمه القانون الجديد لم يقدمه القانون القديم؟ وإحنا عندنا منظومة تأمين اجتماعي حالية بتبدأ من عام 1975 بتشتمل على أربع قوانين. الأربع قوانين معناها أن كل فئة من الفئات المخاطبة بالقانون بتتعامل بمعاملة تختلف عن الفئة الأخرى، وهذا مأخوذ عليه. يعني الحاجة الثانية زي ما حضرتك ذكرت تفضلت وذكرت في التقديم، أن منظومة التأمين الاجتماعي الخاصة بالأربع قوانين دول كانت استدامتها المالية على المحك، فهي فيها بتعاني من عجز اكتواري كبير. الحاجة الثالثة كان في عيوب في التطبيق، يعني كان بيتوضع حد أقصى للأجر التأميني، وبالتالي لما بيطلع المؤمن عليه على المعاش كان بياخد معاش قليل لا يرتضيه ولا يضمن له حياة كريمة، بل أنه لا يقارن بآخر أجر كان بيتقاضاه. كل ذلك كان ضرورة لإصدار هذا القانون أو الشروع في هذا القانون الذي من شأنه إصلاح منظومة التأمين الاجتماعي ويحل محل الأربع قوانين. يعني الآن نستطيع أن نقول بأن القانون الجديد هو أشبه بالقانون الموحد الذي يعني يعالج العيوب التي كانت موجودة بالفعل في القانون القديم. بالضبط يا فندم، هو قانون موحد ويعامل فئات المجتمع كلها. طيب، من ضمن يعني أبرز النقاط الخاصة في هذا القانون أستاذ سامي أنه سيكون هناك مجلس مختص للإشراف على أموال هيئة التأمينات الاجتماعية الجديد، وسيكون هذا المجلس من قبل يعني ترأسه شخصية من خارج حتى الوزيرة أو الوزير المسؤول عن الهيئة، وسيتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية، وسيكون هناك مجلس. أولا، ما هي اختصاصات هذا المجلس وكيفية تعيين رئيس هذا المجلس؟ حضرتك، قوانين التأمين الاجتماعي أو منظومة التأمين الاجتماعي تمس كل مواطن مصري. صحيح. وبالتالي كان مشكلة أموال التأمين الاجتماعي بتمس كل بيت ومسار حديث ومسار سواء من المؤمن عليه أو من صاحب المعاش من كل فئات المجتمع من المستحقين في المعاش. القانون الجديد فيه فصل فض التشابكات ما بين الخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار، وده أمر كان مقلق وكان بيترتب عليه أثر سلبي على الاستدامة المالية للنظام. تدخل القانون وتمت التسوية وتم الاتفاق على قسط سنوي تتحمله الخزانة العامة، بل وتلتزم بأدائه سنويا على أقساط شهرية مقابل سداد هذه المديونية المستحقة للتأمينات، سواء الجزء اللي كان لدى الخزانة العامة أو الجزء اللي كان لدى بنك الاستثمار. وكمان عشان ما تستمرش منظومة التشابكات سنة بسنة، القسط يتحمل جزء مقابل الأعباء التي تلتزم بها الخزانة العامة حاليا وما يترتب عليها مستقبلا. طيب، من ضمن الأحاديث الكثيرة في هذا الأمر أستاذ سامي أنه كان لدى هيئة التأمينات أموال من المفترض أن تقوم بتسديدها الخزانة العامة للدولة، ربما البعض يتحدث عن 700 مليار والبعض يتحدث عن 870 مليار، يعني أرقام كبيرة جدا. أولا، بوجود هذا القانون الجديد هل تم
إسقاط هذه المديونية أم تم إعادة هيكلتها وسيتم يعني توزيعها داخل الأقساط اللي حضرتك أشرت إليه؟ نعم، من حيث أن كان في مستحقات لهيئة التأمينات الاجتماعية لدى الخزانة العامة أو مدخرات مودعة لدى بنك الاستثمار، ولكن مش كان إجماليها كام أستاذ؟ كان في بنك الاستثمار حتى التسوية حوالي 56 مليار، في الخزانة العامة حوالي 360 في صورة صكوك، ومديونية تقريبا في حدود 220 مليار. ولكن مش من العدل ان احنا نذكر هذا فقط، ولكن من العدل او من الأمانة عندنا نقول ان في اموال كانت لدى الخزانة العامة بيؤخذ عائد استثمار ضعيف جدا على جزء منها، وجزء منها لا نتحصل على عوائد استثمار عنه، ولكن في المقابل كانت الخزانة العامة بتتحمل الزيادات السنوية للمعاشات والتي بلغ إجماليها ما يعادل 60% من قيمة المعاشات التي تصرف لأصحاب المعاشات. طيب لو كلمنا عن المجلس الجديد اللي هيتم تعيين رئيسه من قبل رئيس الجمهورية وأيضا المجلس اختصاصات هذا المجلس، وهل من الممكن أن يتوسع هذا المجلس في فكرة الاستثمار بالسكوك الخاصة؟ يعني بنتحدث عن أموال هي مجمدة في شبه أصول وسندات خزانة، هل من الممكن أن يكون لدى هذا المجلس صلاحيات في استثمار هذه الأموال الخاصة بأموال التأمينات والمعاشات، حتى لا نتحدث عن العجز الاكتواري اللي حضرتك أشرت إليه، لأنه البعض كان لديه تخوف من فكرة أنه ربما بعد سنوات قليلة ستعجز الهيئة عن سداد مستحقاتها فيما يتعلق بمستحقي المعاشات والتأمينات؟ هو إعمالا للدستور المصري وتحديدا المادة 17 من الدستور اللي نصت على أن أموال التأمين الاجتماعي هي أموال خاصة تمتد إليها حماية المال العام، وأنه يجب على إدارتها واستثمار أموالها هيئة مستقلة، كان لنص القانون على أن مجلس إدارة الهيئة يعين بقرار من السيد رئيس الجمهورية، ويكون رئيس مجلس الإدارة من ذوي الخبرة وليس أحد أعضاء الحكومة أو وزير. الحاجة الثانية، القانون نص تحديدا بخصوص أموال الاستثمار، أموال التأمينات، سينشأ صندوق استثمار خاص بأموال التأمينات. فضلا عن ذلك هينشأ صندوق لاستثمار عقاري، لأن القيادة السياسية لما عرض عليها ومن خلال متابعة مشكلة التأمين الاجتماعي وتبين أو كان واضح للقيادة السياسية وللحكومة إن موضوع التأمين الاجتماعي موضوع ذو أثر كبير على كل مجتمع بفئاته وعلى خزانة البلد، السيد رئيس الجمهورية وجه بأن تخصص قطع أراضي متاخمة للمدن الجديدة تكون للتأمينات الاجتماعية، تخصص للتأمينات الاجتماعية تستثمرها أو ترفقها أو إلى آخره، وبالتالي سوف ينشأ صندوق استثمار لهذه يعني هذا المجلس سيكون من صلاحياته تحديد الاستثمار الأفضل والمناسب لزيادة موارد الهيئة، وبالتالي يعني يتم تخفيض العجز اللي بتعاني منه. هو إن شاء الله كمان القانون نص على أمناء الاستثمار الصندوق، مجلس أمناء الاستثمار أموال التأمينات، وبالتالي مش هيقتصر إدارة هذه الأموال الكبيرة اللي بالمليارات على موظف، سواء مع احترامي لكل العاملين في الهيئة سواء وكيل وزارة أو مدير عام، ولكن خبرته في مجال الاستثمار بتبقى محدودة. فالقانون هنا نص على تكوين مجلس أمناء لاستثمار هذه الأموال من ذوي الخبرة، وبالتالي هيبقى فيه محددات وأطر للاستثمار بحيث تدر عائد كبير وتكون استثمارات آمنة وتلبي احتياجات منظومة التأمين الاجتماعي من السيولة. تمام. من ضمن الأمور المذكورة في القانون الجديد أستاذ سامي فكرة بدل البطالة وأيضا زيادة المعاشات، لو تحدثنا عن بدل البطالة، أولا ما هي الفئات المستهدفة من يعني من هذه النقطة في القانون فكرة بدل البطالة، ويعني ما هو الحد الأدنى والحد الأقصى لبدل البطالة؟ هو تأمين بطالة، وتأمين البطالة هو تأمين ضد خطر البطالة، وهو لا يقل خطورة عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وإن كان الخطر بتاعه بيبقى قصير إلى أجل. تأمين البطالة كان موجود في قانون 79 اللي صدر من سنة 75، ولكن ما كانش مفعل، لكان كان في حاجة خطأ بتتم في المجتمع، ألا وهي توقيع
العامل أو المؤمن عليه على استمارة سن 6 عند التحقه بالتعيين، وبالتالي ما يصبحش له أحقية في تعويض البطالة. تعويض البطالة هنا احنا انتبهنا لحاجة، ان اشتراكاته أكبر من مصروفاته، وبالتالي خفضنا اشتراك تأمين البطالة. الحاجة التانية خلناها متدرج، عشان التعويض 60% في البداية مش جاذب للناس انها تتقدم للاستفادة بهذا التأمين رغم اشتراكهم فيه ورغم سداد صاحب العمل لالتزاماته في هذا التأمين. وبالتالي خلناه متدارك، هيبدأ بنسبة 75% من الأجر التأميني عند تعطل المؤمن، يعني عنه. يعتبر هو قريب جدا للراتب اللي كان بيتقاضاه للأجر التأميني بالتأكيد. طيب، في الأمور المتعلقة بالتأمينات الخاصة في الشركات الخاصة وفي المؤسسات الخاصة، كانت الكثير من الشركات يعني تتهرب من فكرة التأمين على الموظفين لديها نظرا لارتفاع الاشتراك. كنا نتحدث عن اشتراك يتجاوز 40% من قيمة الراتب الشهري. أولا، كيف قمتم بحل هذه المعضلة مع مراعاة النظر بأنه إذا قل الاشتراك سيساعد هذا في يعني حدوث مزيد من العجز في الأموال، والاشتراكات هي جزء أصيل من مداخيل التأمينات بشكل عام؟ نعم، هي ظاهرة أو مشكلة التهرب التأميني ملموسة جدا، سواء بكافة صوره، سواء تهرب كلي بمعنى أن العامل يشتغل في إحدى المنشآت وما يتأمنش عليه بالكامل، أو تهرب جزئي يتأمن عليه بأجر أقل من أجره أو بمدة أقل من المدة بتاعته. مرجعية ذلك ترجع لحاجتين، زي ما تفضلت يا أستاذ أسامة، قلت أن نسبة الاشتراك كانت عالية وهي نسبيا على مستوى العالم عالية جدا. الحاجة الثانية العقوبات، العقوبات ما زالت من 75 لغاية النهاردة ما تعدلتش، وبالتالي بالقرش أو بالجنيه غرامات لا تشجع أو لا ترضع المتهرب. احنا في القانون الجديد تبنينا الأول زي ما بيقولوا الجزر، فاتخفضت نسب الاشتراك. لعل حضرتك تعلم ان نسب الاشتراك في القطاع الخاص حاليا عن الاجر الاساسي بتبلغ 40%، هي هتقل حوالي اكثر من 10%، يعني هتكون حوالي 29.75%. نسبه 10% مش قليله، صحيح، نسبه كويسه وهتنعكس على المؤمن عليه وعلى صاحب يعني هذا الامر نستطيع استاذ سامي ان نقول بانه اشبه بقانون الضرائب الشهير على مستوى العالم، حينما تنخفض الضرائب تستطيع يعني المزيد من التحصيل او الحصول على المزيد من التحصيل من هذه الضرائب. ده بمعنى ده الامر الميسر للمواطن المتلقي، ولكن وكل ما بتزيد نسب الاشتراك او المستقطع من الاجر بيكون بينعكس ذلك على المعاش. يعني الضرائب ما بتوجهش او لا تسترد للمواطن في صوره مباشره، بيتعالج بيها وبيامن بيها والى اخره، وبتراجع بيتعالج طبيا بيها، لكن التامين دي مدخرات. بقدر ما بيعطي في المنظومه بقدر ما بيطلع معاشه كويس. تمام، هذا القانون استاذ سامي بينعكس على مين بالضبط؟ على اللي بيتم تعيينهم الآن من الآن فصاعدا في الجهاز الإداري للدولة بصفة الحكومة، هي أكبر يعني عميل لديكم في هيئة التأمينات والمعاشات، أم أنه هذا القانون بيتم يعني مراجعته بأثر رجعي، بأنه يعني لو أنا خدمت في الحكومة 30 سنة فبينعكس هذا القانون على السنوات السابقة، أم بيتم تطبيقه من الآن؟ في عام 2010 كان صدر قانون كان بيتبنى فكر العمل بالتوازي، المؤمن عليه الجديد يخش القانون الجديد والقديم يفضل مع القانون الجديد حتى ينتهي مدة اشتراكه وصرف معاشاته. في القانون الجديد لا، القانون الجديد مكمل أو هيحل محل القوانين الحالية، وكل مواطن وبيحافظ على النطاق الجغرافي والزمني للقوانين الحالية، بمعنى أن المواطن اللي تأمن عليه في ظل القوانين الحالية هتحسب مستحقاته عن هذه المدة وفقا للقوانين اللي كان مخاطب بها، ثم يحاسب عن المدة اللي داخلة في نطاق القانون الجديد وفقا لأحكام هذا القانون الجديد. هل هناك أي أثر سلبي على المستحقين فيما يتعلق بالمعاشات على سبيل المثال؟ لا، مش هيكون في أثر سلبي أو استبعاد أي فئة أيا كان؟ لا، أنا بس عاوز أوضح حاجة للجزئية لعل إن أنا ذكرته، إن كل مدة هتتعالج بالقانون بتاعها. طب إن لو أنا عالجته بالمدة بالقانون الحالي وهينتظر صرفها في ظل القانون الجديد 10 سنوات، المسافة دي مستحقاته
هزودها له بما يعادل سعر التضخم حتى لا يضار وحتى لا يكون لهذا أثر سلبي على المؤمن عليه. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ سامي عبد الهادي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين قطاع الأعمال العام والخاص بالدولة. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. أرجو أن ما كنش ضفت إيه لو طلبت من حضرتك سؤال. لا اتفضل. لأن لا اتفضل. في حاجة بيتم مداولتها بوست بيتم مداولته على مواقع التواصل الاجتماعي بيقولوا أن القانون الجديد هيوقف معاش صاحب المعاش إذا التحق بعمل أو امتهن به. الكلام ده مش صحيح لا في القوانين الحالية ولا في القانون الجديد. ولكن اللغط أو اللي حصل دول أن في القوانين الحالية وفي كل قوانين العالم المستحق في المعاش زي الابن مثلا أو الابنة لو التحق بعمل بيقطع معاشه. وهو ده اللي منصوص عليه في المادة 103 من مشروع القانون الجديد. فبطمن الناس وبقول لهم اللي بيتداول البوست ده مؤكد قد يكون سيء النية أو قد يكون حسن النية في كلا الحالتين هذا غير صحيح. بأنه يعني هناك تأكيد بأنه الفئة المستحقين كما هم في القانون القديم. المواطن الذي يستحق معاش وتوافر بشأنه شروط المعاش لا يملك أحد يوقف معاشه أو يحرمه من معاشه. بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا التوضيح الأستاذ سامي عبد الهادي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص. ونتمنى أنه نكون قدرنا في إطلالة سريعة نوضح لحضراتكم أبرز ملامح هذا القانون. نحن الآن أمام قانون جديد يعالج المشاكل والمشكلات المتعلقة في حل إشكالية يعني التمويل والموازنة والجزء الخاص بالموازنة بهيئة التأمينات والمعاشات الجديد. نحن الآن أمام قانون موحد. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. كانت هذه هي الفقرة الثانية والأخيرة من مصر في أسبوع لهذا الأسبوع. كنت معكم فيها أسامة سرايا. إلى أن نلتقي كونوا دائما بخير.